ذاكر حلول امتحانات اخر 3 سنين قبل الامتحان على طول. لازم يبقى معاك امتحانات 3 سنين اخرى وتبص فيهم وتذاكرهم كويس، لان هم بيجي منهم جزء كبير من الامتحان. 13 75% من الامتحان هو الامثله المحلوله في كتاب الدكتور مع مسائل الشيت، فلازم تركز على الامثله المحلوله وتراجعها كويس ليله الامتحان وتبص في الشيت اللي انت حليته على مدار السنه. 14 اي نعم بنات اداب بيحبوا مهندسين، بس انت مش هتبقى مهندس اساسا لو فضلت وراهم. طبعا في علاقه غير